انت سنك ما بين 20 ل 50 سنة وجيت تشيل حاجة من على الأرض، قام ظهرك مترقع وبعديها حسيت بتنميل أو وجع أو حرقان في رجلك، والوجع ده بيظهر مع القعدة أكتر من الوقوف أو المشي، يبقى الفيديو ده ليك. هنتكلم فيه عن دور العلاج الطبيعي في علاج عرق النسا الناتج عن الانزلاق الغضروفي. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بيكم في فيديو جديد. عايزين نعرف الاول ازاي الانزلاق الغضروفي ممكن يسبب عرق نسا اللي هو تنميل او حرقان او وجع في خلف الرجل. الغضروف دون هو القشنز او المخدات اللي بتبقى ما بين الفقرات، والغضروف دون هو اللي بيخلي العمود الفقري يتحمل الصدمات وكمان بيخلي العمود الفقري بتاعك لين. الغضروف الواحد بيتكون من حاجتين، اول حاجه ماده جيلاتينيه في النص اسمها نيوكلاس بالبوزس، و غشاء خارجي محيط بيها اسمه انيولاس فايبروزس. لو الغشاء الخارجي بتاع الغضروف ده حصل فيه تلف، الماده الجيلاتينيه اللي موجوده جوه بتخرج من الغضروف وتقوم ضغطها على العصب، فبتعمل اعراض عرق النسا اللي هو تنميل او حرقان او وجع في خلف الرجل. فانت المفروض اول ما الاصابه بتحصل لك بتروح تكشف عند دكتور اعصاب عشان يديك التشخيص الدقيق للحاله بالظبط، ويكتب لك العلاج الدوائي المناسب عشان يقلل لك الالتهابات والاعراض تقل شويه، وبعد كده بتبدأ تعمل علاج طبيعي. طب هل الغضروف اللي خرج دون ينفع يرجع مكانه تاني؟ على حسب المادة الجيلاتينية اللي موجودة في الغضروف. لو المادة الجيلاتينية اللي جوه دي زقت بس الغلاف الخارجي للغضروف ولكن ما خرجتش، في الحالة دي الغضروف بينفع يرجع مكانه تاني بأوضاع وتمارين معينة بنعملها. ولكن لو المادة الجيلاتينية اللي موجودة في الغضروف قطعت الغشاء الخارجي وخرجت، في الحالة دي بيبقى صعب انها ترجع مكانها تاني، ولكن بالعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي المادة دي مع الوقت بتبدأ تقل وتنشف، وبالتالي الضغط من على العصب بيقل. ففي كلتا الحالتين، سواء الغضروف خرج قطع الغشاء الخارجي وخرج، او الغضروف بس باظظ من الغشاء الخارجي، ففي كلتا الحالتين بالعلاج الدوائي وبالعلاج الطبيعي اللي هو تمارين واوضاع معينة بنعملها بيبدأ الضغط من على العصب يقل والاعراض بتبدا تقل. طب ايه هي التمارين والاوضاع دي عشان نقدر نعالج المشكله؟ اول ما الاصابه بتحصل لك هتروح للدكتور عشان ياكد لك التشخيص او يديك التشخيص المناسب للحاله، وبعد كده هتمشي على العلاج الدوائي اللي هيكتبه لك، وبعديها هتعمل علاج طبيعي. وبرنامج العلاج الطبيعي هيبقى كالتالي: اول حاجه بنعمل جهاز نبضات كهربيه على الظهر وعلى مكان عرق النسا عشان نقلل لك الاعراض او الوجع شويه، وبعد كده بنعمل المساج على عضلات الظهر عشان بتبقى شدة، وبعد كده بنعمل وضعين هنتكلم عليهم بعد شوية. الوضعين دول هم عبارة عن ان احنا بنلف الجسم بطريقة معينة بحيث ان احنا نوسع الفتحة اللي خارج منها العصب، فبالتالي الضغط من على العصب بيقل. الوضع الاولاني هنفترض مثلا ان الجزء اليمين هو المصاب، فهتنام على الجنب السليم بالشكل ده وتطبق دراعاتك بالشكل ده وتلف كتفك وتفرد رجلك اللي تحت ورجلك اللي فوق اللي هي المصابة تتنيها بالشكل ده كده، هيبقى كده كتفك اليمين لورا ورجلك اليمين طالعة لقدام، بتعمل زي روتيشن او بتلف في العمود الفقري بالشكل ده كده. الوضع الاولاني برضو ممكن يتعمل بالطريقة دي عشان نزود العزم بتاع لف الوسط، ان انت تفرد ركبتك ودراعك اللي فوق تفرده برضو بحيث وسطك يبقى في عزم ان وسطك يتلف اكتر. ده كده الوضع الاولاني. نيجي بقى للوضع التاني، هتنام على وشك بالشكل دون وتمسك السرير بايديك الاتنين ورجلك برضو المصابة هي اللي فوق والسليمة هي اللي تحت، والسليمة تقوم واخدها 90 درجة بالشكل ده والرجل المصابة ترجعها ورا بالطريقة دي، وتكون ماسك ايديك السرير بايديك كويس ورجلك المصابة راجعة لورا بالشكل ده، والوضع الاولاني او الوضع التاني تثبت فيه مثلا قد 10 دقايق لحد ما الاعراض او التنميل يبدأ يقل. وبالنسبة للوضعين دول، سواء الوضع الاولاني او الوضع التاني، هتشوف انهي وضع فيهم بيخلي التنميل يروح عندك وتعمله. بعد كده هنعمل اطالة لعضلة هنا اسمها البيروفورمس. هتحط رجل على رجل بالشكل ده، كعب رجلك الشمال هيبقى عند ركبك اليمين كده، وبعد كده بإيدك اليمين هتزق ركبك الشمال ناحية في الاتجاه دون كده، وتثبت كده قد حوالي من 20 ل 30 ثانية مرتين برضو.
هتحس بشد في المنطقة دي كده. هنعمل تليين على مستوى الحوض والركبة، هتاخد برضو ركبك عليك بالشكل ده، وتحاول تفرد ركبك وانت ثابت بالشكل ده. هتعمل كده 30 مرة مجموعتين برضو. ده كده تليين على مستوى الحوض وعلى مستوى الركبة. بعد كده هنعمل تليين على مستوى الحوض وعلى مستوى الركبة وعلى مستوى الكاحل. هتعمل برضو نفس الوضع الاولاني اللي فات دون، وتفرد ركبك كده، وبعد ما توصل للاخر هتقوم واخد مشط رجلك عليك كمان مرة، وتثبت ثانيتين ثلاثة، وتنزل تاني تفرد ركبك وتاخد مشط رجلك عليك، وتثبت ثانيتين ثلاثة، وتنزل تاني كمان مرة افرد ركبك على الاخر، خد مشط رجلك عليك، اثبت ثانيتين ثلاثة، انزل، وهكذا. هتعمل كده حوالي 30 مرة مجموعتين. بعد كده نيجي للتمرين التاني، هو نفسه التمرين اللي احنا لسه عاملينه من شوية. هترفع رجلك على اي حاجة عالية، ورفع الرجل هيبقى في المستوى اللي يبقى فيه شد تستحمله. يعني الوضع ده لو مناسب بالنسبة لك، في شد خفيف كده، مفيش مشكلة. بعد كده هتاخد مشط رجلك عليك، تحرك مشط رجلك عليك بالشكل ده 30 مرة. لو لقيت الشد معاك، ولو لقيت الموضوع سهل والشد معاك بيروح، هتعلي بمخدة كمان بالشكل ده، وتبدأ تعمل التمرين كمان مرة مجموعتين، كل مجموعة 30 عدة. برضو نفس الشيء، لقيت الشد قل، علي كمان رجلك لفوق واعمل برضو نفس التمرين. بعد كده بقى لقيت التنميل بدأ يقل والأعراض بدأت تقل، هتعمل التمرين دون، هتحط مخدتين تحت وسطك بالشكل ده، ورجلك ونص جسمك اللي تحت يبقى بره السرير، ورجلك ما تلمش الأرض، وتكون ماسك السرير كويس بإيديك، وتحاول تسيب الجزء اللي تحت خالص بحيث يحصل زي تراكشن أو شد كده للعمود الفقري. التمرين دون هتعمله بعد مثلا لما عملت الوضع الاول والتاني ولقيت الاعراض بدأت تخف عندك، تبدأ تعمل التمرين دون. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد. لو لسه ما اشتركتش في القناة، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحة، والسلام عليكم.